السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد النوع، واحد الفصلة ديال هاد النوع من السراول. هاد النوع السراول كتعرفوهم السرفات، سروال ديال الدار كيتلبس في الدار وسخون في البرد. يعني هاد السروال كتعرفوا بانه كيبغي واحد الثوب معين خاص به، كيكون هاد الثوب مقطن من الداخل بحال هكا مقطن، وكيتيره كيتيره في الثوب كيتيره. يعني حنا ملي كنكونوا كناخذوا القياسات كنديروا بعين الاعتبار انه كيتيره. كما شفتوا هو هذا، ها انتم مقبوط من الرجلين ديالو. ان شاء الله حنا غنخدموه في الورق في الباترون. كتشوفوا انا خديت الورق وغنعتبر هذا الورق كانه الثوب، بحال كنفصل انا في الثوب بالقواعد ديالو. كلشي غادي نحطو لكم على الورق هكا. دابا الثوب كنطويه على جوج هكا، وكنطويه على اربعة. ديما كيكونوا عندي على اربعة، وحنايا اعتدنا ان السراول ديال الدار بعض المرات كتلقايهم مخيطين من الجنب، ماشي غير من الجنب الداخلي، مخيطين حتى من الجنب الخارجي. يعني حتى الا كانوا عندك اربعة طروفة ديال الثوب كتحطيهم كاملين بحال هكا، وكتكون حتى من هنا محلولة. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، ملي كيكونوا مخيطين من الجنب الخارجي طول، على انهم كيكونوا محلولين من هنا. دابا احنا ما عندناش المشكل، دابا احنا غنديرهم بحال مسدودين ولا محلولين، يعني نفس الشيء، غير انه الا كانوا محلولين كتخلي حق الخياطة هنايا، عاد كتخدمي العبارات اللي عندك. بالنسبة للقياس ديال الثوب اللي غادي تاخدو، بالنسبة للقياس إلا كان الثوب مثلا فيه العرض ديالو أنه متر ونص في العرض، حيت كطويه على ربعة، كتشري الثوب على حساب الطول ديالك نتيا، فين بغيتي السروال، واش بغيتي مقزب، بغيتي تا لتحت، بغيتي تا الركبة، حسب نتي الديكور اللي بغيتي نتيا. وكما شفتو هاد السروال ديال البرد راه أكيد كتبغوه تا لتحت، يعني كتاخدي الطول ديالك كامل حتى لتحت. دابا غناخدو الطول ديالنا اللي قلنا ديال السروال. الطول ديالنا انا غنكتب لكم، عندنا الطول السروال هو، دابا عندنا طول السروال وعندنا الطول اللي خدينا، هو الطول الكلي اللي خدينا ناقص 8 سنتيمتر ديال الباندا اللي غادي نديرو. دونك حنايا دابا اما غادي نقطعو الباندا نحيدوها، ولا غنجيو وغنبداو بحال هكا 3 سنتيمتر ديالنا ديال الخياطة عادي، وغناخدو الطول ديال السروال اللي خدينا. مثلا السروال حتى لهنايا، كناخدو هنا تناخدو دورة الحزام. حنا عارفين ان دورة الحزام، كنشدو دورة الحزام على الجسم ديال السيدة، كناخدو هنا دورة الحزام مقسوم على ربعة زائد ربعة، مفهوم؟ كنديرو 8 سنتيمتر ديال لاستيك، ديال الباندا ديال لاستيك اللي كتكون في الحزام. كناخدو هنايا نفس القياس ديال الحزام تماما، هو اللي كناخدو هنايا، هذا هو الحزام ديالنا. من بعد شنو كنديرو باش من ورا الحزام؟ اشنو خصنا نهبطو باش نلقاو الحوض. مني كنلقى القياس، عندنا واحد القياس معين باش كنهبطو باش نلقاو الحوض. يعني حنا عندنا هنا طول السروال اللي خدينا، ولكن باش غنلقاو الحوض اشنو كنديرو؟ كنديرو الطول الكلي مقسوم على أربعة زائد أربعة، هو اللي كنهبطو بيه بحال هكا، واحد القياس معين كنهبطو بيه. دابا حنايا مثلا علاش ما كنشدوش الحوض على السيدة؟ دابا الحزام الا كان ضيق كيحكم لينا انه يكون الحوض ضيق.
ديما الحوض كيتبع الحزام في القياسات ديالو، حيت هنا نفس عندنا نفس القطعه، هنا الحزام مقسوم على 4 زائد 4 وهنا مقسوم على 4 زائد 4 وهنا الحزام مقسوم على 4 زائد 4. اشنو كنديروا باش كنغيروا؟ كنزيدوا واحد 9 سنتيم، كنزيدوا 9 سنتيم هنايا، ها هي عندنا هنايا 9 سنتيمتر اللي زدنا ديال القاعده، هذه ديال القاعده. عاد كنصيبوا القاعده بالبيروكي بحال هكا، عاد من بعد كنمشيو الطول لراس الرجل القياس اللي بغينا نديرو فيها، غنديرو مثلا 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر في الرجل ديال السروال، علاش؟ حيت عندنا الباندا هي اللي كتجمع الرجل ديال السروال. دابا غنشوفو قياس الركبة من كناخدوه. قياس الركبة كناخدوه من الحزام ديالنا، من الحزام كناخدو حتى ناخدو القياس ديال الركبة بحال هكا مثلا، هو هذا، وكنديرو واحد السطر مقطع، من بعد كنديرو القطعة من القاعدة حتى لتمنية حتى لعشرين سنتيمتر ديال راس الرجل، وعاد كنقصو جوج سنتيمتر من العرض ديال السروال في القياس في النيفو ديال الركبه، كنقصو هاد جوج سنتيمتر، يعني ناقص جوج سنتيمتر. عاد كنخدمو هاد الهبطه ديالنا، كنخدموها بحال هكا بالبيروكي، دابا هادو هما القواعد ديال السروال كاملين. هنا غنكتب لكم واحد القاعده باش ما تعرفوش، هنا كناخذوا الحزام حتى هو مقسوم على 4 زائد 4، يعني هاد القطعه كتساوي هاد القطعه كتساوي هاد القطعه كما قلنا، فهمتوا؟ بحال هكا، هادي كتساوي هادي كتساوي هادي، هذا هو المفهوم ديالنا كله. هادو هما القواعد ديال السروال كاملين، هما هادو خاصكم تعرفوا بان السروال بحالو بحال اي لبسه كنلبسوها، فيها الخلف وفيها الامام، حتى السروال فيه الخلف والامام، وهاد القياسات اللي خدمت لكم كلها هنايا خاصه بالخلف ديال السروال. دونك حنايا دابا عندنا الخلف، اشنو غنديرو باش غادي نوجدو الامام؟ والامام كيكون ناقص على الخلف في الحزام وفي القاعده وحتى في راس الرجل، علاش؟ لان الحزام مثلا الا خلينا الحزام بحال بحال، مني كتكا السيده ولا اي واحد لابس سروال كي ما كيجيش قدو السروال من الخلف. دونك حنا خصنا نديرو واحد القياسات مواتيه للجسم ديال الانسان باش تبقى مقاده. دابا حنا غنقطعو هذا الخلف كله، غادي تشوفوني انا غنقطعو، دابا الخلف حيت انا بديت بالقياس الكبير، يعني ما عنديش مشكل الا قطعت وعاودت نقصت، دائما كنبداو بالقياس الكبير باش القياس الاخر غير نقصوه. اما انتيا الا بديتي بالقياس مثلا بديتي بالامام هو الاول صايبتيه، كتجي صعيبه عليك باش تخدمي الخلف ديال السروال. ديما الانسان ملي كيبغي يفصل شي حاجه كيبدا بالقياس الكبير، عاد كينقص على خاطره. دابا عندنا هذا هو السروال كما شفتوه، هذه كما كنشوفوا غير رجل ديال السروال واحد. حنا غادي نمددوا هذا السطر دابا من حليناه، غادي نمددوا هذا
بحال هكا. ها نتوما شفتوا كلشي. دابا من هنا لهنا شحال عندنا؟ عندنا الحزام مقسوم على 4 زائد 4، حتى هنا كيكون عندنا تماما. هنا عندنا 8 سنتيم، حتى هنا عندنا 8 سنتيم. اشنو غادي نديرو باش غادي نخدمو السروال؟ حنا عندنا دائما هاد القاعده ديال الامام هذه كتكون ناقصه على ديال الخلف، دونك غادي نهبطو ب 4 سنتيم هي اللي غادي نخلو. نسادو هادو مزيان وكنمشيو للوسط، يعني من ديك 4 سنتيم كنمشيو للوسط. فين عندنا عاد كنجيو القاعده حتى هي، القاعده حتى هي كتكون عندنا 9 سنتيم، كنجيو هنا كنقصو الثلث، كيبقى عندنا غير 6 سنتيم، يعني من ديك 9 سنتيم كنحيدو 3 سنتيم هكا 3 سنتيم. عاد كنديرو القاعده ديالنا من 3 سنتيم للراس، كتنقص لينا يعني كتنقص، وعاد عاوتاني من هاد مثلا درنا 20 سنتيم هنا، هنا كنديرو كنقصو جوج سنتيم، كتبقى عندنا 18 سنتيم. هنا قلنا 3 سنتيم، هنا غتبقى 4 سنتيم. ها نتوما شفتو كلشي التغييرات اللي طرات على السروال، يعني هكا عاد كنمشيو كنخدمو. علاش خدمت هنايا ما حيدتش ما درتش المسطره؟ علاش؟ لان الا درت المسطره بحال هكا ما غتعطينيش القياس مقاد، وسيرتو ديال الركبه، الركبه غادي تدخل بزاف. غادي ندير البيروكي هكا، علاش؟ حيت هاد القياس 2 سنتيم خاصو يكون حتى هنا 2 سنتيم. عاد كنخدم به، كنلاقي هاد النقاط اللي عندي. دابا كنقطع، تشوفوني من كنقطع هادشي اللي بقى ليا. كما شفتو انا دابا انا قطعت السروال كله. دابا هذوك القواعد اللي بقاو برا غادي نكتبهم لكم. هنا ناقص 3 سنتيم ياك، وهنا كتكون ناقص 2 سنتيم. صافي كما شفتو هادو هما القواعد كاملين ديال السروال. انا غادي ندوز دابا الباندا اللي كنا غنديرو في رجل السروال. هذا هو الطرف اللي بغينا نديرو فيه الباندا ديال الرجل، كتكون نيت من التوب ديال السروال، وبانه كيكون كيتيرا ما عندناش مشكل، ضروري كيدخلنا رجلنا. وكنديروا واحد القياس اللي كنبقاو حنا مريحين ليه، كنتنيوها على جوج باش يخرج لنا جوج باندات بحال هكا، كنتنيو بحال هكا. دابا خاصها تكون عندي ستكون 8 سنتيم هنايا، وهنا ناخذو 10 سنتيم، يعني 10 سنتيم كناخذو جوج ديال الخياطه هي 12 سنتيم. هنا في هاد الباندا كنخليو غير 6 سنتيم اللي باينه، يعني جوج كنخليهم للخياطه، وهنا كناخذو 10 سنتيم زائد 2 خياطه، وهنا زائد 2 خياطه. دابا غادي نوريكم حتى كيفاش تخيطوا هاد السروال. دابا كما كتشوفوا هذه هي القاعده عندي ديال الامام،
كندير الوجه على الوجه وكنخيط القاده بحال هكا عادي كنخيطها. كنمشي الاتجاه الاخر وكنخيط السروال من اتجاه الاخر. دابا لنفرض انا خيطت هذوك القعدات بجوج، اشنو غيبقى عندي؟ دابا نتوما هانتوما غتشوفوا السروال مزيان، لان غتشوفوا بان من غنثني هذا الرجل كيكون السروال شفتوه، يعني هذا هانتوما الرجل ديال السروال كيف دايره، يعني ها الخلف عندي وها الامام. وشوفوا الحزام طالع ديال القاعده ديال الخلف كبر من القاعده ديال الامام، ورجل الخلف حتى هي كبر من الامام بحال هكا. ملي تنخيط القاعدات بجوج انا غنوريكم كيفاش كنخيطهم كيفاش كنبداو ماشيين. دابا خيطنا القعدات بجوج، هانتوما كتشوفوا القعده ديال الخلف كتبقى كبر من القعده ديال الامام. دابا انتي خيطتي القعدات بجوج وتنيتي السروال بحال هكا، هذه تخيطات بوحدها والاخرى تخيطات بوحدها، اشنو كيبقى لك؟ دائما كنحطوا الوجه على الوجه وغادي نمونطو. دابا السروال من هنايا غنتبعوه الرجلين بجوج، غادي نخيطهم حتى الرجل الاخر. قبل ما نخيطو الرجلين بجوج غادي نركبو دابا الباندات اللي صايبنا. دابا الباندا اللي صايبنا هنايا هذه هي الباندا، خاصنا نركبوها هكا. كنركبو الباندا ديما مدوبله، كنركبوها في الوجه هو الاول، يا كنشدو الراس على الراس وكنديروا البلي صاد الوسط، البلي والبلي بحال هكا، وكنمشوا الوسط مع الوسط وكنرجعوا البلي الاخر كيكون صاد صاد حتى هو بحال هكا، حتى كنركبوها. انا غادي نركبها لكم وغادي تشوفوها. غندور عليها كلها وغنخدمو بالبلي حتى كيسالي الثوب. دابا حنا كما كتشوفوا حنا درنا البلي وكملنا بحال هكا السروال، يعني هذه هي الباندا كيفاش كنركبوها. كنرجعوا الاتجاه الاخر، دابا خيطنا بحال هكا، كنجيبوا هذه الجهه هذه تقادت لينا كنجيبوها على الجهه الاخرى وكنثنيوها. اكيد كيكون السورجي لان حنايا كنديروا غير 6 سنتيم، قلنا 6 سنتيم كتكون هنا، ملي كتوصل 6 سنتيم الجهه الخلفيه كتكون فيها 8 سنتيم، لان كتكون حق ديال دوك 2 سنتيم اللي كنثنيوهم ديال الخياطه بحال هكا. ها
هانتوما وكنتني بحال هكا وكنمشيو عليها بحال الخياطه مقاده كلها حتى الخلف كامل. يعني هذه هي الرجل ديال الباندا كما كتكون ديال السر. وملي كتركبيها صافي كيبقى لك غير انك تخيطي هنا صافي كتخيطي السروال كله. كتكوني مركبه الباندا الاخرى كتخيطي السروال كله حسب الاتجاه الاخر. كنظن ان شاء الله كنظن هذا الشيء يكون مفهوم وفهمتوني اشنو بغيت نوصل لكم. بالنسبه للاستيك راه الاكثريه كيعرف كيفاش يركب لاستيك. لاستيك كتجيبي لاستيك وكتعبري على الحزام ديالك شحال بغيتي شحال فيه بالضبط. كتشدي لاستيك من الراس من الراس مثلا هذا هو لاستيك. كتعبري مثلا هذا هو القياس اللي عندي في الحزام. كنجيب هذا الراس وكنخيطو مع هذا الراس. كنجيب هذا الراس وكنخيطو مع هذا الراس. مثلا هذا هو الحزام ديالي ولكن هذا راه عريض بزاف غير مثلا. كنخيطو مع الحزام ديالي وكنجيب هذا الراس هنا في هذا الخياطه هنا وكنخيطو من الداخل ديال السروال كنخيطو وكنجي النص ديال لاستيك وكنخيطو في الاتجاه الاخر. عاد كندور على الاخرين بالتساوي فهمتوا. وعاد كنرجع ثاني وكنعاود صافي وكنفيني الخدمه ديالي. هذا هو السروال ديالنا اليوم. بعض المرات كتصادفوا شي ثوب سخون وكتفضلوا انكم ديروا السروال ديالكم خاص بكم وعلى حسب الطي ديالكم. من الاحسن تفصلوه بحال هكا وتخيطوه. وكنتمنى هذا السروال يكون عجبكم وبالصحه والراحه والى الدرس القادم ان شاء الله.